يا أختنا اللي ما عم تصلي، يا خينا اللي ما عم يصلي، يا أيها الناس اللي ما عم تصلوا، يا بشر، أول شيء سنسأل عنه يوم القيامة والله مش ماركة التياب ولا لون عيوننا ولا وين تغدينا ولا شو عملنا ولا وين سافرنا. أول ما سنسأل عنه يوم القيامة الصلاة، وهي أسهل شيء. عود حالك على الصلاة أسبوع، وبعدين فرجيني إذا بتقدر تتركها أسبوع واحد. مسألة سهلة جداً.